الفكر العربي الإسلامي المعاصر وتحديات المستقبل هو أحدث إصدارات دار سحنون للنشر والتوزيع. جمع نصوص الكتاب وأعدها للنشر الدكتور محمد لحبيب العلاني. هذا الكتيب جزء من أشغال ندوة علمية دولية بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان، اتخذت موضوعاً لها الفكر الإسلامي وتحديات المستقبل، وهي تتضمن نقداً لأبرز المسائل المطروحة دينياً وحضارياً، وتحمل دعوة إلى قراءة متأنية للفكر الإسلامي لإعادة البناء والتخلص من رواسب المكبلات وفتح أبواب الاجتهاد لتجاوز النقائص وإقرار رؤية علمية وقراءة متأنية للمستقبل. كما اهتم الكتاب في جزء منه بقضايا المرأة المسلمة والتحديات التي تواجهها، وختم بالحديث عن المذهبية الدينية وتداعياتها على مشروع الإسلام الحضاري. فكانت هذه الدراسة عوداً على بدء في الرجوع إلى أصل المشكلة التي لم تحسم منذ قرون وحقب متلاحقة، رغم أن الحل يكمن في قبول مبدأ التعايش بين المسلمين وغيرهم ونبذ التعصب والمذهبية الضيقة التي أعاقت الأمة منذ زمن بعيد، وهي لا تزال جاثمة على المشهد الفكري والسياسي والاجتماعي الاجتماعي الإسلامي المعاصر. Thank you.